السلام عليكم يا فنانين، عبد محمد في قناة تعليم الرسم ألوان الزيت وألوان الأكريليك وألوان المية واستخدام الرصاص والفحم وألوان غيرها كتير. لو نفسك تجرب متعة الرسم بالألوان ورسم المناظر الطبيعية تكسر حاجز الخوف من استخدام الألوان وإهدار مسارب غالية لو أنت مبتدئ وعايز تحترف رسم المناظر الطبيعية سواء كان رسم شجر، سحاب، مية، كل ده هنتعلمه بخطوات سهلة وبسيطة وهتحفظها كمان بحيث إنك ترسم وأنت مغمض. استخدام الألوان، الأدوات، أي مشكلة تواجهك في الرسمة، كل ده هنجاوب عليه وهنساعدك إنك تطور نفسك في المستوى. ونروح للجزء اللطيف، كل فترة هيكون عندنا رسم هدية، والرسم ده هيكون عبارة عن طابلو رسم منظر طبيعي زي ده كده، هيكون هدية للمشتركين. تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو وشكرا.